أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وبدر القريب وبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح سادتنا أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وعلى كل واسب كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا وأمتنا سل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ساداتنا أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والتفسير والمؤنثين والسيد السنة صوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة أي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ساداتنا جميع الأولياء والصالحين من الأقدام والأمجاد والأبدان والأوتاد ورجال الغيب خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني وسيد الشافعي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشافعي حسن شديري وسيد الشافعي الكبير الرفاعي وسيد الشافعي حسن بشري وسيد الشافعي جعفر صادق وسيد الشافعي أزري البسطامي
وسير سسر سغت وسير شم بالعجم وسير شبهود نسبني وسير شخت وسمس وسير شطل وسير شمل مبارك بن محمد وإلى رد سير شجام صاحب الوفا تاج العارفين ووصولهم وبرهم ولسلسلة ملاخذين عنهم مددنا بمددهم وعد علينا ببركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الوائج والرفع الولاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شهي لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير ثم إلى حضرة سيدي الشيخ مولانا مالك إبراهيم كنجنج سنان غرسي وسيدي سير أدين رحمة كنجنج سنان نمبل وسيدي الشيخ مهندم إبراهيم كنجنج سنان بنان وسيدي الشيخ نول ياكين كنجنج سنان غيري وسيدي الشيخ أدين قاسم كنجنج سنان راجد وسيدي الشيخ جعفر سوري كنجنج سنان قدوس وسيدي الشيخ أدين عمر سير كنجنج سنان موريا وسيدي الشيخ أدين شير كنجنج سنان غري جاكا وسيدي الشيخ أدين فتاه وصولهم وفروعهم على سلسلة ملاخذين عنهم مددنا بمددهم وعد علينا ببركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاء والكرم والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الوائج ودفع البلاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة سيدي الشيخ مولانا سلطان مولانا يوسف كليانغت وسيدي الشيخ خليل بنكلان وسيدي سبي شمس الدين وسيدي الشيخ الحبيب صلي تنقل وسيدي الشيخ حسن ديبورة وسيدي الشيخ حسن منادي وإلى حضرة سيدي الشيخ شريف هدايات الله سلطان محمود كنجنج سنان غنون جاتي وسيدتي شريف مدايم وسيدتي نيمس راتو نيمس بنات اغما بسامبانغان وسيدي شي مرشدات الله وسيدي سيدات الكبي وسيدي شي بيان الله وسيدتي نيمس راتو يوكن شريف مورغان ووصولهم وبرهم ولسلسلات ملاخذين عنهم مددنا بمددهم وعد علينا ببركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرم والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة سيدي الشيخ عمرو المهيب بن جاهن وسيدي الشيخ خاتم وحيد بن جلهان وسيدي الشيخ سمبادة لم سجبرنا وسيدي الشيخ سمبادة لم رنقا فبانديك وسيدي الشيخ أنجن سنان رحمة غرق وسيدي الشيخ بغران فبق جنونك وسيدي الشيخ جبر صوتي كنون غرمان نمغن وسيدي الشيخ عمرو الجبر وسيدي الشيخ دلم ردن أريا براتون رتا سيكوندو بنا دين كنجن دلم أريا بانسا كوبرانا سكلا هرام وسيدي الشيخ الحاج ستي بغنر وسيدي الحاج قرطو بغنر وسيدي شيخ راجي عمرو الحق نو هداية الله وشيخ بنور قاسم وسيد الدين محمد حسين وسيد سوا سيدي رادين جاي بيكونا وخصوصا إلى حضرة سيد الشيخ مولانا حسن الدين سلطان مدن وسيد الشيخ عبد المباهر وسيد الشيخ مولانا يوسف سلطان أكون تلتا ياسف وسيد الشيخ مولانا منصور جيكادوان وسيد الشيخ بقران زكي شتر وسيد الحبيب أبو بكر الدوس باربطة وسيد الحبيب عثمان وسيد الحبيب عبد الله حسين وسيد الشيخ الهجر رشدي وسيد
wa sayyidi syafiran nazan wa sayyidi pangeran kabir wa sayyidi ayah haliman wa sayyidi ayah sayyibu wa sayyil haji asari wa usulim wa buruhim wa lisizilatim wa lakhidina anhum madadana bi madadihim wa talayna bi barakatihim aghisuna bi idnillah aghisuna bi anillah aghisuna bi barlillah nasalukum al baraka wa shafa wa al karam wa salama wa al ijazata wa al istinata wa al istikamata wa itisir al umur wa qadala wa ajwada fil mala وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا إلى حضرة صاحب هذا المقام مرة الشيخ حجي محمد زين العابدين بأس الأصحاب ورسلهم وبرهم ولسلسلة ملاخذين عنهم مددنا بمددهم وعد علينا ببركتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاء والكرامة والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الهوائج ونقل البلاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له أكن علينا ولمن أحسن واستوصانا وقلدنا إنك بنوع الخير خصوصا إلى أرواحي خصوصا إلى أرواحي صاحب خصوصا إلى أرواحي خصوصا إلى أرواحي أباجي جهدي وصلنا أرواحي أبي موغو سوسي وصلنا أباجي عبد الرحمن وصلنا أرواحي أباجي عبد البيك الرحمن وصلنا أرواحي خصوصا إلى أرواحي مبرا وصلنا أرواحي بالجسد وإلى أرواح الذين يكبرون في هذا المكان غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم الذين يتلقون منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن عقاب إلى عقاب من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم مرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بالمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا
قالوا ما أنتم نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سومنه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها سابق النهار وكل في ملك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تهديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام رحيم سلام قولا من رب 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 رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون على ما أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نعتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
عينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم وما صدقوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حليم يا سليم قريب يا مجيب يا حليم يا سليم يا 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 قريب يا مجيب يا عزيز يا شديد يا جبار قهار يا عزيز يا شديد يا جبار يا 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 قهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا النبي من جميع الأول والآخر وتطهر النبي من جميع الأول وتطهر النبي من جميع وتنال برخي وصلاة ويسجد لما مجد كريم وعلى لباس بكرمة ونفس بدل كريم وعلى ملك اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دورا لدينا محمد الذي ترى النبي القدوة فرج من الكرب وتغضب الى الغيب وتنال بالغيب وصلاة وسلم 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 وتنال بالغيب وصلاة وسلم وسلم الكريم على لباس من الكرب ونفس من ذلك كل ما له من الغيب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دورا لدينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة
اللهم صل وسلم على نبينا وسلم سلاما ثمنا له اي قول لا بعد ولا بعد بعد كل ما له من لا اله انت موصول ورضاك مطلوب اعطني محمدك ومعرفتك لا اله الا الله لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اله الا 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 الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شاكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد جميع الأوائل والأبد وتنقلنا من جميع الحاجات وأدعو تير النبي من جميع السيئات ونرمى نبينا قال لنا رجال وتبارك نبي وسلم من جميع الخيرات في الحياة وتقوم ومن كسبنا من كسول نفسه ومن أوفى بما عهد عليه فسوف يؤتيه أجرا اللهم أوصل وتقبل سبب ما قرنا وما سبب ما قرنا بكلامك العزيز ومن الصلوات من ذكر خصوصا هدية واسلة خصوصا لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدي شيخ القادر جيلاني قد أسلم وعلى آله سيدي شيخ الله مبارك بن محمد وعلى آله سيدي شيخ جمع صاحب الوفاة العارفين وخصوصا إلى حضرة صاحب هذا المقام الشيخ يجمع مسجد سلمين بسول أصحاب وإلى حضرة جميع شيخ مشايخنا وإلى أرواح أبينا وأمتنا وزينا وجلدنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين وابناء الأيمين والأمهات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تعطنا بعدهم واغفر لنا ولهم وليقرنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم اللهم بكرك بكرامات ببركة صاحب هذا المقام اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رب يا درجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رب الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل من مولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا هو سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم من عباد الله رجال الله صنع قنونا لله سنظى بما لله ويا أطب أنجب يا سادة ويا بابا أنتم يا أولي الألباب سورة لله سألناكم سألناكم ولزر وجوناكم وفي أمر قصدناكم وشد عزم إلا فيا ربي بسادتي تحقق لي بشارتي أستاتي بشارتي ويسبو وقتنا لله بكشف الحزب عن فرب البين من بيني وتمثل كيفي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى ومن بالحق أولانا شبيه الحق إن الله عباد الله رجال الله
أجل الله وكونوا عونانا لله سنذهب لله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل آمين آمين يا رب العالمين الله الكافي الله المعافي الله الله المعافي الله الكافي الله المعافي الله الله المعافي آمين 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 يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاعته لكل حال من مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعني وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع شيوخنا وشيخ شيوخنا سلطان شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخ احمد صاحب الوفاء تاج العارفين وماجي الشاتبي وماجي القرطبي كيجي عبد الله بن ماجي مزبوكي بنت بوكو سلاس بلاد ماجي محمود ميام شلي ماجي مسوكي 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 وخصوصا الى حضرت صاحب هذا المقام حضرت شيخنا ومربينا وصلة بيننا وبين الله شيخ محمد زين زين العابدين بهاز الاشهاب وخصوصا الى حضرت شيخ صاحب هذا الكتاب شيخ ابن عطاء السكندري والى حضرت شيخ ابي العباس المرسي والى حضرت شيخ ابي الحسن الشاذلي وخصوصا الى حضرت شيخنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني مددنا بمددهم وأنت لبركاتهم اللهم افتح لنا أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجابة والإجازة والاستطاعة والاستقامة والتيسير والأمور وقد الحوائج اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين شهوا لله اللهم الفاتحة. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير أيادنا ماتري أياد والإرتفاع والإفادة والإستفادة halaman pertama materi harapan pertama suki bikitabillahi wa sunnati rasulih
والدُّعاءَ إِلَى الْهُدَى وَالدِّلَالَةَ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَثَوَابِهِ وَقُرْبِهِ أُرَاءَ مَا الْحَاسِلُ إِلْمُ مِنْكُ كَانَ بَرْكَارًا Ijikajana sanana Rekuna kesanana Kodolohor samangana Samangana Ikalanga Kodotakun diajana Guru Nubanar Alim Waktu Nage Kudu Lila Sakite Calon Ulama Naruskan Tugas Ambiya Mumpung Yumanang Guru Na Ayaka Sampatanana Kudu hasil sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah Ar-Rahman kang paring nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim itu kang paring nikmat cirik ya Allah ing dalam akhirat boloko nganggit ingsun ing ikilah iki kitab ikilah iki risalah kang den arani kalawan sekitab al-hikam kang ngawengku ingatasi ilmu tasawuf ale nuwunaken pitulung lan ngalap berkah kadue jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kahiji. Sengaja pembukaan ini kita awali di Makbaroh Pangersa'wa karena kami ini anak-anak, anak-anak yang bodoh, kurang pengetahuan, kurang akhlak. Jangankan menjelaskan al-hikam, menjelaskan siapa kami saja kami sulit. Maka kita awali di makbaroh beliau sebagai pembukaan hitung-hitung oleh beliau lah nungaburukna gitu. Bukan ku kami anak-anak tapi nungaburuk nanti langsung pangersa uwa. Seperti layaknya nanti pada saat hari Rabu depan ba'da zuhur kita sama-sama juga menutupnya di Makbaroh Pangersa'wa. Mudah-mudahan tamat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamin apunten ka para kiai, para ajengan, para ulama, para habaib, kalau ada logoh atau logat yang salah, yang kurang tepat, mohon diperbaiki. Berdasarkan karena kekurang pengetahuannya saya sendiri, mohon dibukakan pintu maaf dan mohon diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi ikut tetap setengah saking tetang dere narima tetegenan. Kenapa pakai logat Jawa? Karena kata pangersa uwa tidak ada logat yang lebih modern daripada logat Jawa. Jadi ngalogatna ku logat Jawa. Walaupun kita mah orang Sunda, dah Jawa nu ge lain Jawa asli ieu mah Jawa reh. Jawa saware. Ikut tetap setengah saking tetenggere narima tetegenan alal amali ingatase amal. Nuksanur roja utawi kadike pangarep-ngarep.
Sono roja utawi kadike pangarepan inda wujudi zalali ing dalam narika tinemune tipeleset. Nuhun teh. Kita ngajual-ajualannya. Iradatuka tajrida. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka utawi ngarep-ngarep siro at-tajrida ing makom tajrid ma'ikomatilahi sumber taning adega kene Allah iyaka ing adaan ing di-indi siro fil asbabi ing dalam piro-piro makom sabab iku minin minasyahwati tetap saking syahwat. Ini syahwat nyogong di dia malam. Us. Al-khofiyyati kang samar. Wa masyahwati males jenengan wa. Ma wa iradatuka utawi ngarepaken sira al asbab ing makom asbab ma iqomatillahi sumertane ngadegakene Allah iyyaka ing endi-endi sira fit tajridi ing dalam makom tajrid iku inhitotun narima lumungsur anil himmati saking semangat al-aliyati kang dukun. Sawabikul himami utawi piro-piro ngadingine piro-piro cita-cita mun panunarata acit-acit mun pecak dinagruk makitu. Sawabi kulimami utawi nuteun ngarti cicing utawi piro-piro ngadinginine piro-piro cita-cita ikulatur kura ngaruksak iya sawabi ikulaturiku orang rusak isawabi ikulaturiku orang rusak isawabi aswarul akdari izin pembukaan dan di makbar aswarul akdari ing piro-piro rupa, piro-piro takdir. Ari re-re-re-re siro. Ngakel bi. Ngarih pandi orang mengakel. Ari re-re-re-re siro napsaka ingati siro. Minat tadbiri saking mikir-mikir. Ngangen-ngangen. Fama mangka utawi barang koma ngadeg. Ngadegakan Allah bihi kalawan ma. Ayah kapayunam koma ngadeg bihi kalawan ma. Sopo goi luka lianisiru. Ko mangadag bihi kalawan masopo goiru kaliane siro. Anka ado saking siro. Lataku mojo ngadagaken siro bihi kalawan ma. Linapsika kadue awake siro. Kesempatan jawa. Ijtihaduka utawi ngenya-ngenya siro fima ing dalam barang dumina kang den dumina kang den tanggung iya si ma laka kadue siro
Tapi watak siru kalan epek-epek siro bima ing dalam barang. Tuli baden puri yesi mamin kasaking siro. Iku dalilun pituduh. Arah hudangnya ini sari dikitukin. Alanti masil basiroti ingata senari mau buta ne paningali ati min kasaking siro layakun wallah ma'alam bisawab kin dilajengkeun ba'da tarawih. Mudah-mudahan seluruh kin pembukaan secara seremonial dilaksanakan sabada tarawih. Kang Haji tos ngahubungi ka kersa ajengan ohir henteu tiasa jalaran kirang sehat. Insyaallah talqin zikir dilaksanakan wangi Jumat ku kersa ajengan beben Muhammad Dabas di pamijahan. Mudah-mudahan nu hadir di dieu baik yang tamu yang baru hadir semua kerasan dan betah. Mohon diikuti protokol kesehatan, tata tertib pondok pesantrennya mohon diikuti dengan baik. Juga mohon nanti kendaraan tidak disimpan di lapang Badar tetapi di lapang Uhud. Nanti sahur dan buka insya Allah tepat jadwal. Buka masih di maghrib, tidak sampai ke isya, dan sahur juga sebelum subuh, tidak sampai tengah hari. Mohon fasilitasnya dipakai sebaik mungkin. Ada jajan, mohon kalau bisa tidak terlalu banyak keluar pondok, supaya segala kegiatannya dilaksanakan di dalam pondok. Kecuali sangat-sangat diperlukan keluar, silakan keluar. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar. Dan mohon juga tidak menyampaikan jumlah peserta di medsos atau manapun. Karena maklum hari ini matanya tidak satu. Ada matanya yang mata biasa, ada yang mata-mata. Nah, nanti repot kalau ada yang mata-mata. Mudah-mudahan ilmu dari Allah melalui Ibnu Athaillah, melalui pengersa uwa, melalui kita dapat kita serap dengan baik, diamalkan dengan baik. Allah berikan kemudahan bagi otak kita untuk mencernanya. Allah berikan kemudahan hati kita untuk berpikir dan menerimanya. Dan Allah berikan kemudahan tubuh kita untuk melaksanakannya. Al-Fatihah. Salli ala nabiyyi salim wa bismillahirrahmanirrahim ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrabna ala al-ladha فاتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراته وآمن الروعات فكل لوالدنا ربيب مولود كل ذي
Al-Jiradin Al-Sobah Wal-Muslimin Ajma'ami Bitasma Wadlan Wajudan Manna La Biktisabi Minna Bil Mustafa Rasuli Na'udhali kulli suri walhamdulillahi rabbil alamin Harun bikal adha amin Kulli minhati wa bil ismi narmi Bishata fa'ata raja'iya ilahi wa sayyidi Fa'farriq lami marjaisi idraba Walana ruddu bikal a'da Amin kulli wijhatin wa bil ismi narmih Min al-budi bishada Fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi Fa farik lami marjai Narudu bikal a'da Amil kulli wijhati Wa bil ismi narmihi Min al-bu'di bishata Fa anta raja'i ya ilahi wa sayyidi Wa farriq lami marjish Rama bi ghala salatullah Salamullah Ala ta'a rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin habib Ayo silakan sambil ubar.